أهلا وسهلا حبايب قلبي، جيتكم اليوم في حلقة 18 من برنامج إقراء القرآن. ورمضان كريم علينا وعليكم، والصيام مقبولا وإفطارا شهيا. اليوم جيناكم في حلقة مميزة، في حلقة من برنامج إقراء القرآن، حلقة 18 كثير حلوة اليوم، فيها شوية شغلات غريبة راح تصير اليوم. نتحدث شغلات أجدد. نحن في حياتنا نحن نقول لكم صياما مقبولا وإفطارا شهيا، ويتقبل منكم الطاعات والبركة والصحة والخير لكل أخوتنا المسلمين. ونهني الشعب العراقي على شهر رمضان كريم مبارك، لأنه شهر الطاعة شهر الخير. رمضان كريم، رمضان شهر التقوى، شهر الصيام، شهر العبادة، شهر الرضات، نرضي أهلنا، لازم نرضي العالم، ما نسوي شيء خجل، نحكي كلام طيب، نحكي كلام لطيف، حتى لو أشياء، نصلي التراويح مع الـ الحجاج. فيعني هذا هو كل ما في الحلقة 18. حلقتنا غريبة هسة 18 اليوم، عكس الحلقات السابقة اللي نزلت، فهي هكذا كل حلقة أجدد، تشوفون شغلات أجدد وأروع. ونسبح ونستغفر ربنا على النعمة اللي نطانا إياها، حتى لو أي شيء، أهم شيء عندنا الصحة، حتى لو مهما يكون مثلا نكون فقير، أو هذا الفقير الفقر معيب، وعاد يشتغل له أي شغلة، أهم شيء بشرف وبعبادة وبأخلاق الطيبة. فأهم شيء في الحياة الصحة وراحة البال، والحمد لله الله يغفر لنا في وفوتنا الجنة. فلازم نسبح ربنا ونستغفر ربنا على الحمد اللي انطانا اياها مثل هكذا نعم. فالحمد لله اكو خطية الفقراء، نايمين بالخيام، نايمين بالجون، نايمين بالصحراء. احنا على الاقل عندنا بيوت، مكان، فنحمد ربنا على هاي النعمة اللي الله انطانا اياها، ونستغفر ربنا ونصوم ونصلي فرض في رمضان كريم حتى الله يغفر لنا في كل حياتنا. فهذه هي كانت حلقة 18 من برنامج اقرا القران. نشوفكم في الحلقات الجاية، تحياتنا لكم، رمضان كريم علينا وعليكم، وصيام مقبولا وافطارا شهيا، رمضان يجمعنا مع الاهل، مع الاحبة، مع الاصدقاء، مع كل العالم. تحياتنا لكم.